بسم الله الرحمن الرحيم، ودرس جديد من قناة مصادر الحياة، وموضوع جديد نتحدث فيه بإذن الله تعالى اليوم، وبنتكلم عن نتيجة الثانوية العامة التي ظهرت أخيرا، وهذه النتيجة التي فرح بها كثير من الناس وزعل وغضب عنها أو لها كثير أيضا من الناس، وكثرت الأقاويل والقيل والقال عن النتيجة هذه العام، بين مشكك في هذه النتيجة من حيث قدرات الطلاب الذين حصلوا على درجات ونتائج عالية، بين الذين رسبوا وكيف رسبوا. كل هذه الأمور في الحقيقة تجري كل عام، والثانوية العامة في مصر خاصة هي البعبع لكل أسرة وشغل الشاغل لكثير من الجهات والوزارات في مصر، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، والتي أصبحت وزارة لا تعليم ولا تربية. فالتعليم المجاني أصبح بدون مجاني مع الدروس الخصوصية، والتعليم المدفوع الأجر الغير مجاني أصبح مجاني بعدم الاهتمام ولا الاحترام لا للمؤسسة التعليمية ولا للمعلم، على أساس إن هذا الطالب دافع فلوس وبيتعلم بفلوسه، وبين المجاني وغير المجاني ضاع التعليم من هؤلاء وهؤلاء، مع اعتبار أن الثانوية العامة هي مقياس للذكاء ومقياس لنجاح الطلاب وفهم الطالب، وكل هذه الأمور حقيقة خطأ وخطأ كبير. إذن ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا اتجهنا في اتجاه خاطئ منذ عشرات السنوات، أن كلية القمة الطب والهندسة هي صاحبة المستقبل العظيم في البلد، لابد الكل يسعى لهؤلاء لهاتان الكليتان وكليات القمة، ثم نفاجأ بأن البلد مليئة بالمهندسين ومليئة بالدكاترة، منهم الممتاز ومنهم ما دون ذلك، والكل يعمل والكل يدلي بدلو في مهنته، ولكن لا تقدم للبلد على مدار الخمسين سنة القادمة. لماذا؟ لأنه لا دولة تقوم على علم من العلوم لوحده، ولا على اتجاه وحيد في التعليم. والدولة المتقدمة أو الدولة التي تستطيع أن تنهض هي الدولة التي توجه كل إمكانياتها في تقدمها، بمعنى أن الدولة المتقدمة هي التي توجه التعليم لصالح التقدم، توجه الزراعة لصالح التقدم، توجه الصناعة لصالح التقدم. بما يحكم هؤلاء هي إمكانيات هذه الدولة. فالدولة المصرية مثلا على سبيل المثال، لماذا نتجه إلى الهندسة والطب ونحن دولة زراعية في المقام الأول، وعلى الزراعة تقوم الصناعة؟ فأين الاهتمام بالزراعة والزراعيين والصناع والمهندسين والصناعات؟ لا أحد يذكر هؤلاء. فخريج مثلا كليات الزراعة والمدارس الثانوية الزراعية لا اهتمام به ولا قيمة له في دولة تمتلك
ثاني أكبر نهر في العالم، تمتلك ملايين الأفدنة، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، تستورد كل ما تأكل. ولا نتحدث عن كل شيء، ولكن نتحدث عن الأكل والشرب، وهذا عار على بلد تمتلك كل هذه الإمكانيات. وفي يوم من الأيام كانت تصدر القمح للخارج، والآن أصبحت أكبر مستورد للقمح في العالم. فهل نتيجة الثانوية العامة تعبر عن النجاح فعلا، أم أن نتيجة الثانوية العامة هذه وفي كل عام تعبر عن فشل سياسة وأفكار دولة انتهجت هذه الأفكار وتعمقت في نفوس شعبها منذ عشرات عشرات السنين؟ نتمنى أن يوجه التعليم إلى ما يخدم صالح البلد، لا إلى ما يخدم الشخص ذاته، لأننا إذا استمرين في إعلاء مصلحة الفرد على مصلحة الوطن والمجتمع، فلن يكون هناك تقدم، ولن يكون هناك تحضر لهذه الدولة وهذه البلد. انظر إلى الناجحين في كل مكان، انظر إلى الناجحين والمتفوقين والذين أثروا في دولهم والذين أثروا في حياة بلادهم. هل كانوا متفوقين في الثانوية العامة؟ هل كانوا يحصلون على الدرجات العليا والنهائية 99% و100% في المواد؟ لا أظن ذلك، ولا يمكن لأي بشر أن يقيس النجاح بالثانوية العامة. في نهاية هذه الدرس أو هذه الحلقة من حلقات قناة مصادر الحياة، أتمنى أن تشتركوا في هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.